السلام عليكم متابعي الكرام، هل تعلم أن سعر البيتكوين كان في عام 2009 عند انطلاقه أقل بكثير من 1 سنت، أو أي كان يساوي 0.38؟ وصل سعر البيتكوين إلى 0.08 دولار في نهاية عام 2009، وتراوح سعر البيتكوين بين 0.03 دولار و 0.39 دولار خلال عام 2010. وفي سنة 2011 ارتفع سعر البيتكوين من 0.32 إلى 32 دولار، يعني 10 أضعاف سعره في 2011. وتراوح سعر البيتكوين بين 13 دولار و 266 دولار خلال عام 2012. وارتفع سعر البيتكوين من 13 دولار إلى 1242 دولار في عام 2013. وفقد البيتكوين عام 2014 نصف قيمته، وسجل 314 إلى 532 دولار خلال هذا العام. وفي سنة 2017 سجل البيتكوين انفجار تاريخي في سعره، حيث إنه ارتفع من 997 دولار إلى 19783 دولار، يعني أضعاف مضاعفة من سعره في هذه السنة 2017. في سنة 2018 كان التحدي الحقيقي لعملة البيتكوين، حيث أن سعر العملة انخفض من 19000 دولار إلى 3000 دولار. لاحظوا معي، انخفض ب مبلغ كبير جدا. سنة 2020 كانت هنالك قفزة تاريخية في سعر البيتكوين، حيث أنه ارتفع من 7000 دولار إلى تقريبا إلى 30000 دولار. وبعد الارتفاعات الكبيرة في سعر البيتكوين سجل البيتكوين انخفاض كبير عام 2022، انخفض من 68000 دولار إلى 16000 دولار في هذه الفترة بين 2020 و2022. وبطبيعة الحال نحن في أواخر 2024 والبيتكوين يسجل أرقام قياسية، حيث أن السعر الحالي يساوي 93500 دولار، ويرتقب أن يرتفع ويكسر حاجز 100000 دولار في 2025. للتذكير فقط، هذه المعلومات من مصادر دقيقة ورسمية. شكرا على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.